السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على أهلا وسهلا بكم أصدقاء في فيديو جديد على قناة ديفلوبر 0101. سنبدأ بحول الله دورة مجانية في التداول، سأشارك معكم فيها حقائق وأسرار هذا المجال. اليوم سنكتفي بشرح الأساسيات وفهم المصطلحات، كما أنني سأشارك معكم إن شاء الله مستقبلا كتاب مجاني يجب عليكم قراءته لتتعلموا بشكل ذاتي. لن تحتاجوا إلى شراء دورات أو الدخول إلى مجموعة تيليجرام مقابل الدفع الشهري. سأضع هذه الدورة عبارة عن مجموعة من الفيديوهات ابتداء من مستوى الصفر، يعني الفيديوهات الأولى ستكون موجهة للمبتدئين. بالنسبة للأصدقاء الذين لديهم خبرة مسبقة، أنصحكم بمتابعة الفيديوهات القادمة. سأقدم لكم فيها استراتيجيتي الخاصة وكيف أعمل شخصيا على منصة الباينانس. حسنا أصدقاء، كما قلنا كما نرى هنا، هذه منصة الباينانس وهذه منصة أخرى اسمها البنك. كما نعلم أصدقاء أن في الحياة اليومية هناك سوق، ويكون هناك بائعون ويكون هناك مشترون. يعني السوق هو المكان الذي تتم فيه عملية البيع والشراء، لكن في التداول أو في سوق العملات الرقمية أو الفوركس أو غير ذلك، نفس الأمر المختلف قليلا، يعني الفكرة نفسها، لكن هناك اختلاف أن ليس هناك سوق، إنما نسميه البروكر أو الوسيط هو الذي يلعب دور السوق. يعني المنصات التي سنقوم العمل عليها إن شاء الله، سأشرح منصة الباينانس وسأشرح منصة الإلبانك لكل منها المزايا الخاصة بها. حسنا، مثلا منصة الباينانس هي الأكثر تداولا، يعني من ناحية يعني الفيز، يعني هي رخيصة الثمن. بالنسبة لمنصة البنك، يوجد بعض العملات الرقمية التي لا توجد في الباينانس، يمكن يعني التداول عليها على منصة البنك. حسنا أصدقاء، التداول ينقسم إلى 4 أقسام. هناك التداول على العملات الرقمية، يعني هو الأكثر شهرة في الآونة الأخيرة، وهناك التداول على الفوركس. التداول في الفوركس هو التداول في العملات، يعني عملات الدول، مثلا الدولار مقابل الأورو أو الدرهم مقابل الأورو إلى غير ذلك. وهناك أيضا التداول يعني في الأسهم، يعني في تداول أسهم الشركات. وهناك أيضا تداول في المواد الأولية كالذهب والفضة والنحاس إلى غير ذلك. يعني أربع أشكال في التداول. نحن إن شاء الله سنخصص يعني الشرح أو الدورة في التداول على العملات الرقمية، ولكن الاستراتيجيات والشرح يمكن تطبيقه أيضا على يعني سوق الفوركس، أو يعني سنقوم بشرح يعني التداول يعني فوندامونتال، يعني استراتيجية تداول يعني شاملة. أولا سنشرح ما هي الشموع اليابانية، هي التي ترونها الآن. هناك شموع خضراء وشموع حمراء. الشموع التي لونها أحمر تعني أن أوامر البيع هي التي تتحكم في السوق، يعني أن البائعين أكثر من المشترين. البائعين يطلق عليهم اسم الدبابة نسبة إلى ضربة الدب. الدب يقوم بالضربة بيده من الأعلى إلى الأسفل. كما تعلمون أصدقاء أن الدب حينما يقوم بمهاجمة شخص ما، يضرب الضربة من الأعلى إلى الأسفل. لذلك نقول أن البائعين هم الدبابة، لأنهم ينزلون السعر من الأعلى إلى الأسفل. يعني يدخل مثلا 1000 بائع هنا يقوم بالبيع، ويدخل 1000 هنا و1000 هنا، حتى يقوم السعر بالنزول بشكل أوتوماتيكي. الأمر يتم على شكل أوامر. الأوامر التي تقع هي التي تظهر هنا، كما ترون أصدقاء هنا الأوامر الخاصة بالبائعين. هذا قام بأمر البيع، يعني مثلا 0.141 بيتكوين، وفي الأسفل هنا هذه أوامر يعني الشراء. أما بالنسبة للشموع الخضراء، فهي تعني أن أوامر الشراء، الشموع الخضراء هي تعني أن أوامر الشراء هي التي تتحكم في السوق، بمعنى أن المشترين أكثر من البائعين. يعني المشترين يطلق عليهم اسم التيران، المشترين يطلق عليهم اسم التيران، لأن
لأن ضربة الثور برأسه تكون من الأسفل إلى الأعلى، يعني أن التيران ترفع السعر من الأسفل إلى الأعلى. حسنا، كيف تبدأ الشمعة في التكوين؟ نأخذ مثال هذه الشموع هنا، تشكل لنا التداول اليومي. كما نرى هنا التداول اليومي، هذه الشموع تشكل، كل شمعة تشكل لنا يوم واحد. كما أن الشمعة تعبر عن صراع حين تفتح. مثلا نأخذ مثال هذه الشمعة الحمراء هنا، هذه الشمعة تمثل لنا يوم واحد من التداول، يعني يوم واحد من الصراع بين المشترين والبائعين. يعني في السوق يقوم البائعون ببيع في هذا السعر مثلا طمعا في النزول، يعني يبيعون في هذا السعر، يعني طمعا في نزول السعر إلى هنا مثلا، ويعيدون الشراء طمعا في الصعود. المشترون أيضا يشترون في هذه النقطة، يعني يشترون في هذه النقطة طمعا في صعود السعر، ثم يقومون بالبيع هنا. يعني هذه الشمعة تمثل لنا صراع بين المشترون والبائعون، وهذا الأمر يكون بشكل أوتوماتيكي، يعني ليس بشكل فوري. يعني البائعون يقوم مثلا، الساعة الآن 9:32، هناك بائع وضع أوردر، يعني وضع أمر بالبيع على الساعة 9:34 مثلا. كما ترون هنا، هناك بائع وضع، يعني وضع في البروكر، وضع خط هنا، وقال للبروكر حينما يصل السعر إلى هذه النقطة بيع. يعني الأمر، يعني الأوامر تكون مستقبلية، يعني الأوامر ليست فورية. حسنا، لنعود أصدقائي للشرح. هنا قلنا هذه الشمعة تشكل لنا يعني التداول اليومي، يعني كل شمعة تمثل لنا يوما من الصراع بين البائع والمشتري. لكن أين فتحت هذه الشمعة؟ من أين بدأت وأين تنتهي؟ الشمعة دائما لنرى هنا هذه الشمعة الحمراء الكبيرة، يعني في بداية اليوم، يعني في بداية هذا اليوم تفتح الشمعة في هذه النقطة. الشموع الحمراء دائما تفتح في بداية جسم الشمعة، هذا يعني هذه المسافة كلها تسمى جسم الشمعة، وهذا الخط الصغير الذي بالأعلى أو بالأسفل يسمى ظل الشمعة. سنعرف كيف يتكون هذا الظل. قلنا أن الشمعة تبدأ من هنا، يعني الشموع الحمراء دائما تبدأ تفتح في الأعلى وتغلق في الأسفل، يعني تغلق هنا لكي تبدأ الشمعة بدل في اليوم التالي. هذه الشمعة التي في اليوم التالي بدأت من هنا وأغلقت هنا، الشمعة التي تليها، الشموع الخضراء تبدأ من الأسفل وتغلق في الأعلى. بالنسبة للخط الصغير الذي بأعلى هذه الشمعة مثلا، فهو يمثل ظل الشمعة. ماذا يعني؟ يعني أن الشمعة فتحت هنا وفي وقت ما غلب المشترون في السوق، يعني المشترون، يعني أوامر شراء كثيرة جدا، لأن الشمعة بدأ السعر بالصعود، صعد السعر إلى هذا الحد، ورجع البائعون يعني يتحكمون في السوق، أنزلوا السعر، رجع السعر إلى هنا، ووصل النزول إلى هذا الحد. ماذا وقع؟ كيف تكون هذا، يعني هذا الظل الذي أسفل الشمعة؟ هذا الظل ماذا وقع؟ استمر البائعون في التحكم في السوق حتى وصل السعر إلى هذه النقطة. في هذه النقطة أعاد المشترون يعني شراء مثلا هذا الشارت خاص بالبيتكوين، أعاد المشترون شراء البيتكوين من هذه النقطة، وأعاد الصعود، يعني سعر البيتكوين أعاد في الصعود حتى هذه النقطة هنا. هنا في نهاية اليوم يعني أغلقت هذه الشمعة، بعدها فتحت الشمعة التي تمثل اليوم التالي، فتحت في هذه النقطة في الأعلى. ماذا وقع؟ في وقت ما ثانيا صعد السعر، يعني المشترون تحكموا في السوق، صعد إلى هذه النقطة، ثم أعاد النزول ليشكل لنا ظل هذه الشمعة، ثم عاد السعر في النزول حتى هذه النقطة. ثم في هذه المرحلة كان المشترون يعني كثر، ثم صعد السعر إلى هذه النقطة وتم إغلاق الشمعة، وبدأنا في اليوم التالي هنا
في اليوم التالي المشترون كانوا يعني يتحكمون في السوق، حيث أنه أغلقت هذه الشمعة والمشترون كانوا متحكمون في السوق، لذلك هذه الشمعة خضراء. أتمنى أن تكونوا فهمتم أصدقاء ما هي الشموع اليابانية. الأمر سهل، لماذا يجب علينا فهم ماهية الشموع اليابانية؟ لأن هذه الشموع إذا استوعبتم هذه الشموع وفهمتم كيف تتكون وكيف تبدأ وكيف تنتهي وما الفرق بين الفريم اليومي والفريم يعني تداول الشمعة، كل شمعة تشكل يوم وكل شمعة تشكل ساعة، هذه هي بداية فهم يعني فهم الشارت. سأضع لكم كتاب مجاني يتكون تقريبا من 300 صفحة، يجب عليكم قراءته. الكتاب مجاني والدورات التي تقومون بالدفع من أجلها، كل المعلومات توجد في ذلك الكتاب. أنا شخصيا قرأت ذلك الكتاب مرتين. هو كتاب اسمه براعات الشموع اليابانية، من ابتداء من الصفر. وذلك الكتاب يشرح التداول بصفة عامة، لا يشرح التداول في العملات الرقمية أو في الفوركس، يشرح التداول من الأصل، لأن اليابانيين هم من بدأوا هذه الطريقة، يعني طريقة يعني تحليل السوق، يعني منذ أن بدأ التداول في الأرز وفي القمح وغير ذلك. أيضا سنقوم بشرح ماهية التحليل الفني وما هو التحليل الإخباري، يعني هناك بعض العملات أو بعض الأسواق التي تتأثر بالأخبار كالذهب مثلا. الذهب، تداول في الذهب هو غالبا يتأثر بالأخبار، وغالبا ما يتأثر بالأخبار، يعني التحليل الإخباري مهم جدا في بعض الأسواق، لكن التحليل الفني أيضا مهم جدا في مثلا في أسواق الكريبتو، يعني التحليل الفني هو مهم للغاية. حسنا أصدقاء، سنكتفي هذا اليوم بهذا الشرح الخاص بماهية الشموع اليابانية، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنقوم بشرح كيف نضع المال في كيف نودع المال في الباينانس، وكيف نقوم باستخراجه، كيف نودع المال وكيف نقوم باستخراجه في نفس الوقت عن طريق البي تو بي. وسنشرح أيضا منصة الإلبان كيف يمكننا إيداع المال وكيف يمكن استخراجه في نفس الوقت، لأن هناك أشخاص يجدون مشاكل كثيرة خصوصا في طريقة البي تو بي، يعني وهناك منهم من يخاف يقول يعني كي أنا سأضع المال في أحد المنصات وكيف يمكن استخراجه، يعني يكون عنده تردد. ثانيا أصدقاء، أريد التطرق إلى موضوع سأضعه في الفيديو القادم إن شاء الله، موضوع مهم جدا قبل أن نشرع في التداول وفي شرح الاستراتيجيات، ألا وهو ما هي المؤهلات التي تتوفر فيك لكي تصبح متداول، يعني ما هي المؤهلات وما هو رأس المال الذي يجب عليه أن يتوفر لكي تبدأ في التداول. السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ديفلوبر 0101. اليوم إن شاء الله سيكون الفيديو خاص بمنصة الباينانس، التطبيق الخاص بالباينانس، الشرح الكامل والشامل وكيفية إيداع الأموال وكيفية استخراجها. سندخل الآن إلى تطبيق الباينانس أصدقاء. كما ترون هذه هي الواجهة التطبيق، هنا على في الأعلى هنا الحساب الخاص بنا، يجب عليكم إنشاء حساب والمصادقة عليه، يجب عليكم إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بكم مطابقة للمعلومات التي توجد في الباسبور أو البطاقة التعريف الوطنية الخاصة بكم، ثم يطلبونكم صورة للبطاقة الوطنية أو الباسبور لكي يتم تفعيل الحساب الخاص بكم. هنا أصدقاء هذه الخانة الخاصة بالريفيرال، يعني يمكنكم العمل مع الباينانس على يعني جلب الأصدقاء أو إذا كانت لكم قاعدة يعني قاعدة يعني عندكم ترافيك، يعني عندكم متابعين أو وتريدون الربح من الريفيرال، يمكنكم إضافة أصدقاء أو الأشخاص من هنا وتقومون بالربح من باغيناج. ثانيا هذه الخانة الخاصة بالريورد هوب، هذه خانة وضعتها الباينانس يعني كمكافآت، ويعني هذه خطة ترويجية من الباينانس فقط، يعني لا يكون الربح فيها عالي، الربح الأصدقاء يوجد في التداول. هنا ديبوزيت، إذا كنتم تريدون إيداع الأموال أو الكريبتو،
هنا البي2بي سنتعرف عليها، هي الطريقة التي يمكننا إدخال واستخراج الأموال عن طريقها. هذا بالنسبة للدول التي الدولة فيها تمنع المعاملة بالعملات الرقمية، يعني لا يمكنك استخدام حساب بنكي لشحن حسابك على الباينانس. سنرجع هنا، بالنسبة لهذه الخانة في الأسفل أصدقاء ماركت، هنا يمكننا الاطلاع على السوق، حيث يمكن الدخول مثلا إلى البيتكوين. هنا أصدقاء يمكننا الاطلاع على، يمكنكم وضع العملات التي يمكنكم هنا أصدقاء وضع العملات التي هنا في هذه الخانة أصدقاء فافوريت، يمكنكم وضع العملات التي تتداولون عليها يعني لسهولة الوصول إليها. بالنسبة إلى هنا يعني سبوت، هنا هذه الخانة سبوت أو الفيوتشر أو سكوير أو داتا أو غير ذلك. مثلا سبوت توجد أيضا هنا، يمكن الدخول من تريد من الأسفل هنا أصدقاء. هذا الحساب الذي أستخدمه هو حساب خاص بصديقي يعني جديد على المنصة، قمت باستخدام حسابه للشرح لكي يعني يستفيد الأشخاص الجدد على المنصة أصدقاء، وسنقوم بعملية إيداع الأموال أمام أعينكم أصدقاء. هنا قلنا في تريد يمكننا الدخول مثلا هنا في الأعلى، نحن نقوم بالدخول إلى سبوت، يعني نقوم بشراء. ما هي سبوت؟ وهو أنك تشتري من السوق يعني عملات رقمية وتحتفظ بها، تحتفظها في المحفظة الخاصة بك على السبوت. مثلا هنا عملة البي إن بي، يمكننا البحث على المزيد من العملات هنا، البحث على أي عملة، مثلا البحث على عملات مانا أو أي عملة تريدون البحث عليها. مثلا قمنا بالبحث على البيتكوين، ندخل من هنا أصدقاء يمكننا الاطلاع على الشارت الخاص بالبيتكوين. كما ترون هنا أصدقاء الشارت عبارة عن مستقيم، يعني شارت عادي. يمكننا وضع الفريم 15 دقيقة ليتغير الشارت إلى الشموع اليابانية، حيث كل شمعة تمثل لنا 15 دقيقة. كما يمكنكم يعني وضع الفريم الساعة، وهو الفريم الخاص بالساعة، يعني كل شمعة تمثل لنا ساعة، ثم ال4 ساعات. لقد قمت بشرح ما هي الشموع اليابانية وكيف تتكون في الفيديو السابق أصدقاء، ثم هذا الفريم اليومي إلى غير ذلك. يمكننا الوضع أمور، هذا الفريم الأسبوعي وهذا الفريم الشهري إلى غير ذلك. نضع مثلا الفريم الأسبوعي أو نضع الفريم الشهري. هذا البيتكوين أصدقاء، كما أظن أن البيتكوين سيقوم بالصعود إلى هذه المنطقة أصدقاء، إن شاء الله سيقوم بالصعود إلى 49,000 إن شاء الله. هذا خط مقاومة أصدقاء. ثم نعود لاستكمال شرح المنصة. بالنسبة لهذه الخانة في الأسفل أصدقاء هي الفيوتشر. الفيوتشر هي العقود الآجلة، سنخصص لها حلقة خاصة بها إن شاء الله. ما هي العقود الآجلة، وما هي كيف نتداول على العقود الآجلة، وكيف نتداول على السبوت، وما الفرق بين السبوت والعقود الآجلة، ستكون يعني حلقة إن شاء الله القادمة. الحلقة القادمة سأقوم بشرح هذا. نحن الآن نتعرف على منصة الباينانس فقط. سنذهب إلى واليت هنا، هذا أهم شيء أريد شرحه في هذا الفيديو هو الواليت. في الواليت الخاصة بكم يعني المحفظة الخاصة بكم، هنا الأوفر فيو، يعني تقومون في الأوفر فيو هي التي تعطي نظرة شاملة إلى المحفظة الخاصة بكم، يعني أين توجد الأموال. كما ترون أصدقاء هذا الحساب يعني ليس فيه أموال. هنا تظهر لكم جميع المحفظات، محفظة الإيرن، سبوت، الفوندين، الكروس مارجين، إيزوليتد مارجين، كوبي تريدين إلى غير ذلك، اليو اس دي تي ام فيوتشر إلى غير ذلك. جميع المحفظات توجد في الأوفر فيو. نذهب مثلا إلى محفظة سبوت. إذا كنا نريد التداول على السبوت كما قلنا أصدقاء، تدخلون إلى هذه تريد ثم نتداول عن طريق السبوت كما ترون في الأعلى. إذا كنا نريد التداول على السبوت كما ترون في هذه المنطقة، يوجد لنا 0 USDT، لا يوجد أي أموال في
محفظة سبوت، من أين يمكننا شحن سبوت من هذه المحفظة؟ نذهب إلى واليت، نذهب إلى أوفر فيو، كما ترى هنا سبوت إنها فارغة، نذهب إلى سبوت من هنا، يمكننا الآن شحن محفظة سبوت. وكيف يمكننا شحن محفظة سبوت؟ أولا كيف يمكننا شحن محفظة سبوت؟ يجب علينا إيداع الأموال على الباينانس. وكيف يمكننا إيداع الأموال على الباينانس؟ نذهب مثلا إلى فوندين، هذه هي المحفظة الخاصة بإيداع الأموال أصدقاء، يعني أول ما تدخلون إلى باينانس وتريدون شحن حسابكم يجب عليكم الدخول إلى محفظة الفوندين هنا. كما ترون يوجد لنا عدة طرق لاستخدامها، مثلا هنا البي تو بي كما ترون هنا، وهنا الباي، وهنا الجيفت كارد، وهنا البول. سندخل الى البي تو بي. بي تو بي لان في اغلبيه الدول العربيه يعني يقومون باستخدام طريقه البي تو بي لادخال الاموال الى الباينانس. ندخل الى البي تو بي، سنرى الان كيف يمكننا ايداع الاموال في الباينانس وكيف يمكننا ايضا استخراجها، وما هي النصائح وما هي الطريقه الامثل لايداع الاموال. كما ترون هنا اصدقاء دخلنا الى محفظه، نقوم بالخروج، دخلنا الى محفظه الفوندين اصدقاء، ثم دخلنا الى هنا البي تو بي. سندخل الان كما ترون هنا البي تو بي، ثم ندخل الى الباي. هنا في الباي يمكننا شراء اليو اس دي تي، كما ترون هذا هو ثمن اليو اس دي تي لهذا اليوم، 10 دراهم. انا في المغرب 10.62. اول شيء يجب علينا البحث عليه، يجب علينا البحث عن بائع موثوق. انا افضل ان يكون البائع لديه اكثر من 100 تريد، يعني لديه من اكثر من 100 صفقة، وتكون التقييم الخاص به اكثر من 90%، ويكون المدة التي يقوم فيها يعني في مراجعة، يعني هذه المدة التي ستظهر لنا أصدقاء هي 15 دقيقة، هي المدة التي يجب أن يكون فيها التعامل مع البائع، يعني مدة قليلة جدا. لا تدخلوا إلى بائع يضع لنا ساعة ونصف لكي لا يطول انتظاركم أصدقاء في البائع، أو هذا البائع يكون غير موجود دائما. كما ترون هنا أصدقاء، اولا ندخل الى هذا المكان اصدقاء، بايمنت ميثود، نبحث على البنك الخاص بنا. مثلا انا ساعمل ببنك سي اش، انا الان اريد ادخال المال الى الباينانس. ندخل الى سي اش، نقوم بكونفيرم، ثم نحدد السعر الذي اريد شراءه. انا اريد مثلا من 250 درهم الى الاعلى، اريد شخص يعني يقبل 250 درهم. كما ترون هذا البائع لديه أكثر من 100 صفقة، لديه 100% من الفيدباك، يعني تقييم جيد، وهذا البائع نسبيا موثوق. الآن سأدخل عند البائع، أقوم بعمل باي. هنا يقول لك أصدقاء كم تريد أن تشتري من البيتكوين. أنصحكم أصدقاء بإدخال مثلا 300، مثلا هنا سيحول لكم 28 يو اس دي تي. سأقوم أصدقاء بشراء 300 درهم، يعني 28 يو اس دي تي عند هذا الشخص. قوموا بباي. كما ترون أصدقاء لقد فتحت يعني واجهة، كما تنظرون الآن هناك عداد يعني يحسب 15 دقيقة، يجب علينا إنهاء هذه العملية في أقل من 15 دقيقة. يجب علي أن أولا الدخول عند البائع، كما ترون هنا البائع أول شيء أنظر إليه هل هو أونلاين، ثم أقوم بإرسال إليه رسالة. ثم أقوم بالخروج. سوف أدخل إلى ميك بايمنت، يعني لكي أحصل على الرقم الحساب الخاص به. حسنا كما ترون أصدقاء قد دخلت لأخذ الحساب الخاص بهذا الشخص. أقوم بنسخ الحساب، كما ترون هذا اسمه فيصل. أدخل هنا إلى الشرط،
لأتأكد من أن الشخص هو أولين. كما تنظر الأصدقاء، هذا الشخص يقوم بإجابة. سوف أقول له يعني كما تأكدنا أصدقاء أن البائع يوجد على المنصة، أقوم بنسخ الحساب الخاص بي وأذهب إلى البنك وأقوم بإرسال المال. سأقوم بإرسال المال والرجوع إليكم أصدقاء لنرى تتمة العملية. حسنا أصدقاء، كما ترون لقد قمت بالذهاب إلى التطبيق الخاص بالبنك الخاص بي وقمت بإرسال الأموال إلى هذا البائع، وقمت سأقوم بإرسال له رسالة الآن، قلت له دان، يعني أن العملية قد تمت بنجاح. ثم أقوم بالضغط على الزر بالأسفل Transferred Notify Seller، يعني عندما أقوم بالضغط على Transferred ستصله رسالة أنني قمت بإرسال الأموال إلى حسابه الخاص. سوف أنتظر الآن، البائع سيقوم بالذهاب إلى تطبيق البنك الخاص به ليتأكد أن الأموال قد وصلت. كما ترون بالأعلى أصدقاء العداد فيه 7 دقائق، يعني هذه العملية بقيت لها 7 دقائق، يجب علينا استكمال عملية شراء هذه في غضون 7 دقائق أصدقاء. الآن ننتظر البائع يعني يتحقق أن أمواله قد وصلت بنجاح. معلومة مهمة أخرى أصدقاء، يجب أن تكون معلومات البنك الخاصة بكم هي نفس المعلومات التي على الباينانس، يعني الاسم والنسب الخاص بكم يجب أن يكونا متطابقين أصدقاء، يعني يعني البائع لا يعني يتأكد أنكم لستم يعني تقومون بالنصب، يعني تأخذون اليو اس دي تي من عند البائع وترسلون الأموال من عند أشخاص آخرين. هذه طريقة للنصب أصدقاء يقوم بها بعض الأشخاص سمحهم الله. الآن نحن في انتظار البائع، يعني عندما يتأكد أنه توصل بالمبلغ وأن المبلغ وصل من نفس يعني نفس الشخص على الباينانس، يعني اسم، كما ترون الآن لقد أرسل لنا، يعني قام بإطلاق اليو اس دي تي الخاص بنا كما ترون. قد توصلنا باليو اس دي تي الخاص بنا أصدقاء. سأقوم بترك بوزيتيف فيدباك لهذا الشخص لأن المعاملة مع هذا الشخص كانت صادقة أصدقاء، نترك له بوزيتيف فيدباك يعني لكي يقوم بعملية بيع أخرى إن شاء الله. حسنا، سنخرج الآن إلى نرجع إلى المحفظة، نرجع إلى المحفظة الخاصة بنا أصدقاء لنتأكد من أن الـ USDT الخاص بنا قد وصل. نذهب إلى محفظة الفوندين كما ترون بالأعلى ونجد أن 28 دولار الخاصة بنا قد وصلت بنجاح. محفظة الفوندين أصدقاء هي محفظة خاصة باستقبال واستخراج الأموال من الباينانس، سواء عن طريق الـ P2P أو سواء عن طريق يعني شحن الحساب من بطاقة البنكية إذا كنتم في دولة أخرى تسمح بالتعامل بالكريبتو، أو عن طريق يعني الأبناك الإلكترونية ك ويز أو غيرها. الآن سأقوم ببيع هذا اليو اس دي تي الخاص بأصدقاء. كما ترون دخلت إلى البي تو بي، نفس العملية التي قمنا بها في الشراء نقوم بها في البيع. كما ترون دخلت إلى سيل على اليمين. كما ترون أصدقاء هناك بائعون، كما ترون هذا البائع لديه أكثر من 172 مبيعة. نقوم بنفس العملية، نبحث على البنك الخاص بنا ونقوم بإدخال المبلغ الذي نريد بيعه، عفوا أصدقاء، نفس العملية أصدقاء. كما ترون هنا يعني مبلغ كل USDT يعني منخفض عن المبلغ الذي قمنا بالشراء به، يعني اشترينا على ما أظن ب10.7 وسنبيع ب10.54. وهذه الطريقة أصدقاء هي طريقة للربح. هذو الأشخاص الذين يقومون بالبيع والشراء على البي تو بي هم أشخاص يربحون من هذه الطريقة، يعني يقومون بشراء USDT بثمن منخفض ويقومون بإعادة بيعه على البي تو بي أيضا، يربحون 10 سنت أو 20. كما ترون دخلت إلى
يعني إلى الواجهة لكي أقوم بالبيع لهذا الشخص. أدخلت 28 دولار وأدخلت المعلومات الخاصة بالبنك الخاصة بي. إذا كنتم جدد على الباينانس يجب عليكم إضافة المعلومات الخاصة بالبنك الخاصة بكم، ثم أقوم بسيل. دائما أصدقاء أقوم بإرسال الرسالة إلى البائع وأتأكد أنه يزاد على المنصة. غالبا البائعون الصادقون يكون يعني دائما موجودون على منصة الباينانس. هذا الرقم الذي قمت بالتشوير عليه أصدقاء هو الريفرنس ميساج، يعني نحتفظ به أصدقاء، نحتفظ به في حالة وقع مشكل في عملية البيع، يعني لكي نراسل الدعم الخاص بمنصة الباينانس يجب علينا إعطائهم الريفرنس ميساج عفوا، لكي يقومون بحل المشكل الخاص بي في حالة كان هناك مشكل. كما ترون قمت بإرسال رسالة إلى البائع لكي يرسل لي 295 درهما فقط، لأن هناك الرقم بعد الفاصلة. كما ترون هذا البائع أراد أن يرسل لي 296. صافي، حسنا، سأنتظر يعني الأموال لكي تصل على البنك الخاص بي لكي أقوم بإطلاق اليو اس دي تي الخاص به إن شاء الله. 28 يو اس دي سأقوم ببيعها. الطريقة بسيطة أصدقاء، يجب عليكم فقط اختيار البائعون الموثوقون والفيدباك الخاص بهم، يعني يكون فوق 90، يعني فيها فوق 90% بوزيتيف فيدباك. سننتظر الآن وصول الأموال إلى البنك الخاص بنا. كما ترون أصدقاء أقوم بريفريش للصفحة، لأنه عندما تقوم بالشراء أو البيع أقوم بريفريش للصفحة، يعني لكي أقوم بالتحديث، يعني إذا كان هناك تحديث أو نوتيفيكاسيون على الباينانس تصل. حسنا، سأريكم الآن أصدقاء إذا قمتم بالخروج حين تقومون بعملية البيع أو الشراء وقمتم بالخروج بالخطأ من التطبيق، كيف يمكنكم الرجوع إلى الواجهة التي بينكم وبين البائع. تقومون بالدخول من هذه المكان أصدقاء، ثم ترون أن عملية البيع الخاصة بكم هناك، ثم تدخلون وترجعون إلى نفس الواجهة أصدقاء، لأنه يجب عليكم إكمال يعني الصفقة، يعني لا يمكن الخروج من المنصة والعداد مازال. كما ترون أصدقاء لو قمنا بالرجوع إلى واجهة الصفقة بسهولة أصدقاء، الآن نتأكد ننتظر أن تصلنا الأموال إلى تطبيق البنك الخاص بنا لكي نقوم بإطلاق اليو اس دي تي الخاصة بهذا المشتري أو البائع أو يقوم بشراء اليو اس دي تي منا. كما ترون أصدقاء سنقوم بالحصول على 196 دولار، لكن عندما قمنا بالشراء اشترينا ب 300 درهم عفوا، قمنا بالشراء ب 300 درهم وسنبيع ب 296 درهم، يعني ذلك الفارق هو الذي سيقوم المشتري بربحه، سيربح 4 دراهم. نحن في انتظار الحصول على الأموال. كما ترون أصدقاء لقد قمنا بالتحصل على الأموال. كما ترون في الأعلى هناك نوتيفيكاسيون خاصة بتطبيق البنك الخاص بي. كما ترون هذه هي نوتيفيكاسيون خاصة بالبنك. لقد قمنا نتأكد أن المبلغ هو نفسه، أنه 196 درهم. بعد الحصول على الأموال الخاصة بنا نقوم بعمل ريفريش للصفحة، ثم نقوم بالبيمنت ريسيفد، يعني أن الأموال قد وصلتنا. سأرسل له رسالة شكر أن الأموال قد فعلا وصلتنا الأموال، سأقوم بالبيمنت ريسيفد لإطلاق الأموال. أقوم بالخيار الثاني أننا توصلنا بالأموال،
ثم أقوم بكونفيرم ريليز. بعدها أصدقاء ضروري من عمل الباسورد الخاص بكم أو عمل الامبرنت الخاصة بالهاتف يعني كوسيلة حماية. ثم أقوم بوضع بوزيتيف فيدباك لهذا البائع، ضروري من وضع بوزيتيف فيدباك للأشخاص الذين يكونون صادقون، نضع لهم بوزيتيف فيدباك يعني لكي يقومون بعملية بيع أو شراء أخرى. هذه العملية بسيطة يا أصدقاء، يعني أتستغرب من أن البعض يعني يقوم ينصب عليهم عن طريقة البي تو بي، وهي طريقة نسبيا آمنة. يعني يكفي أن يعني تتابعوا مثل هذا الفيديو أو الفيديوهات يعني المطابقة له، يعني الأمر بسيط جدا. قناة ديفلوبر 0101 اليوم سيكون فيديو جد مهم على منصة الباينانس وعلى التداول بصفة عامة. سأتكلم لكم على كيف نقوم بالتداول وكيفية الدخول للصفقات وما هي العملات التي يجب علينا التداول عليها وكيف يفقد الناس أموالهم على الباينانس في بعض العملات. أصدقاء ستكون المعلومات جد مهمة، وباختصار أي عملة نريد التداول عليها أو شراءها يعني كمبتدئين، نأتي بالمعلومات سواء من فيديوهات في يوتيوب أو على فيسبوك أو على انستغرام أو غير ذلك. نرى أحد المؤثرين أو أحد أحد المشاهير في مجال الكريبتو أو في التداول أو هذا يتكلم عن عملة أو هذا، وندخل مثلا إلى الباينانس لشراء تلك العملة. هذه الطريقة خاطئة إخوان، يجب عليكم البحث، يعني ضروري من البحث قبل شراء أي عملة، البحث و يعني التفحص إخوان. كما قلنا في الفيديو السابق إخوان، هنا هذه الخانة تريد خاصة بالتداول على محفظة السبوت. يعني هنا أصدقاء يمكننا التداول مثلا على عملة البي إن بي، أي العملة الخاصة بمنصة الباينانس. يمكننا يعني شراء عملة البي إن بي مثلا في هذا المستوى عندما كانت في النقطة 102، والعملة البي ان بي ستذهب، مثلا شرينا 100 دولار من البي ان بي ستعطينا تقريبا 1 بي ان بي، ستذهب الى المحفظة الخاصة بنا، يعني البي ان بي نأخذها كعملة وتذهب الى المحفظة لكي تخزن عندنا في محفظة سبوت، ثم نحتفظ بها عندما تقوم العملة بالصعود، يعني يزداد الطلب على العملة. مثلا هنا وصلت في هذه النقطة الى 238، هنا يمكننا بيعها ونكون قد ربحنا 38 دولارا عفوا من صعود البي ان بي في السوق. والطريقة الثانية أصدقاء هي التداول على العقود الأجلة. هنا أصدقاء حيث يفقد العديد من الناس الأموال الخاصة بهم هنا في التداول على العقود الأجلة أو الفيوتشر. سندخل مثلا إلى العقود الأجلة، هنا سنتكلم عن عملة الإكس آر بي كمثال. ندخل إلى شارت، هنا أصدقاء يمكننا الربح من طريقتين، الطريقة الكلاسيكية التي شرحتها في محفظة سبوت أو طريقة سبوت، يمكننا شراء العملة في هذا المستوى المنخفض وبيعها في هذا المستوى الأعلى، يعني ونقوم بالربح من الفرق. وفي الفيوتشر إخوان، أنا أتكلم عن المبتدئين في الفيوتشر إخوان، يمكننا الربح أيضا في نزول العملة. كيف يمكننا الربح من النزول؟ هنا يعني غالبية الناس لا تفهم كيف يمكننا الربح من نزول العملة. غالبا في البيع والشراء الكلاسيكي نقوم بالشراء من سعر منخفض ونقوم بالبيع في سعر مرتفع، لكن في العقود الآجلة يا إخوان سأشرحها يعني بشكل مبسط. تخيلوا معي إخوان، هنا البروكر سوف يعني نقوم بسلف، هنا نستلف عملة XRP، نقوم بأخذ عملة XRP من البروكر، هنا نأخذ مثلا 10 XRP. هنا كم كان سعرها في السوق؟ كان 0.62 هنا في الأعلى، نقوم بأخذ تلك العشرة XRP ونقوم ببيعها هنا حيث كان السعر مرتفع. نقوم ببيع XRP هنا ونأخذ الأموال، نأخذ مثلا 6 دولار على العشرة XRP، ثم ننتظر انخفاض السعر. حينما ينخفض السعر يجب علينا إرجاع XRP، نرجع XRP إلى البروكر. عندما ينخفض السعر نرجع الاكس ار بي للبروكر، كي نرجع الاكس ار بي نشتريها بسعر منخفض. مثلا نزلت الاكس ار بي الى هذا المستوى، مثلا نقول ان الاكس ار بي نزلت الى 3 دولار، هنا نشتري
0.3 عفوا، ونقوم بشراء 10 اكس ار بي ب 0.3 هي 3 دولار، ثم نقوم بشرائها هنا ونرجعها الى البروكر، وهنا نقوم بالربح من الفارق في النزول، يعني نقوم بالسلف هنا ونبيعه بسعر مرتفع، وعندما ينخفض السعر نشتري هنا ونرجع الاكس ار بي الى البروكر. هذه فقط مثال كيف يمكننا الربح من البيع بالمكشوف، هذه تسمى باللغة العربية بالبيع المكشوف. كما سبق وذكرت لكم أصدقاء الكتاب براعة الشمول اليابانية، فهو يشرح كل هذه الأمور ببساطة، يمكنكم سأضعه ثانية في هذا الفيديو في صندوق الوصف، تجدون رابط تحميل رابط مباشر لجوجل درايف لتحميل كتاب براعة الشمول اليابانية، يمكنكم التعلم بشكل ذاتي عندما تقرؤون الكتاب، يعني أنتم تعطون هذه الدروس لأصدقاء أو على يوتيوب إلى غير ذلك. كما قلنا أصدقاء، هذه الطريقة للربح من النزول. كيف يمكننا معرفة هل هذه العملة موثوقة للشراء أو البيع؟ أول شيء أقوم به أنا شخصيا عند الدخول إلى الباينانس لأشتري أو التداول على أي عملة أصدقاء، أذهب إلى جوجل، أقوم بالبحث عن تلك العملة. أول شيء أقوم به هو الدخول إلى جوجل أصدقاء، ثم أبحث عن الآن سنبحث عن XRP، أقوم بكتابة XRP top 100 holders، يعني سنرى هذه العملة، هل هي هناك العديد من المواقع، أنا أفضل كوانكارب، هو موقع يقدم إحصائيات على العملات يعني بشكل جيد ودقيق. كما ترون أنا دخلت إلى الـ XRP لأبحث عنها، أقوم بالنزول هنا لنرى هذه العملة من يمتلكها، وهل هي محتكرة، وهل يقومون بالتحكم فيها أو لا. كما ترون هنا أكثر شخص يمتلك عملة الـ XRP يمتلك 1.96% فقط من العملة في السوق، يعني هذه المحفظة كما ترون هنا يضعون المحفظة، يعني الشخص لا يمكنه ظهوره كشخص، كما نعلم نحن في نظام البلوكتشين يعني نتعامل فقط بالمحافظ. كما ترون هذه العملة غير محتكرة، كما ترون هنا أصدقاء هذو 100 شخص الذي يمتلكون، يعني أكثر 100 شخص يحتفظون بعملة الـ XRP، ننزل إلى الأسفل، كما ترون 100 شخص لا يتعدون 33%، وأكثر 10 أشخاص لا يتعدون 11%. هذه أول معلومة، يجب أن يكون الـ 100 هولدرز لا يتعدون مثلا 20 أو 30%، يعني هذه العملة غالبا غير متحكم فيها في السوق. ثانيا أصدقاء، نقوم بالرجوع إلى الباينانس، نأتي إلى الباينانس أصدقاء لنرى هنا بالأعلى، كما ترون هذه المعلومات يجب علينا قراءتها أصدقاء، ودائما في أي عملة نقوم بالدخول إليها نقوم بالقليل من البحث. نرى هنا أصدقاء هذه الخانة هنا، حيث نرى 24 ساعة، يعني الفوليوم، هذه الخانة الخاصة بالفوليوم، كما ترون هناك 1 بليون دولار يعني في اليوم، هذه تشكل السيولة التي تدور في السوق، يعني في يعني الأموال التي تدور في بيع وشراء الـ XRP في اليوم، يعني في هذا اليوم وصلت إلى 1 بليون دولار، والسيولة الخاصة بالـ XRP يعني كم عدد العملات التي يتم بيعها وشراؤها في السوق في هذا اليوم هي 1.7 بليون XRP. كما ترون هنا الفوليوم مرتفع جدا أصدقاء، يعني هذه العملة الناس تقوم ببيع وشراء هذه العملة، التداول على هذه العملة بشكل كبير. هنا أصدقاء يتضح أنه أقل سعر في هذا اليوم هو 0.5857، وأعلى سعر هو هذا 0.6273. وهنا كما ترون سبق يعني شرحت هذه الفريمات، أنا غالبا أقوم بالتداول على الفريم اليومي، أو أنا الآن لا أتداول على عملة الـ XRP، فقط أقوم بشرح إليكم. هنا يمكن تغيير الفريم، يعني تدليقي أقوم بتحليل على الفريم الويكلي أو الأسبوعي، هنا الشهري، هنا يمكن تغيير الفريم يعني لكل شمع. هنا أصدقاء أيضا نقوم بالنزول إلى الأسفل،
كما نرى هناك معلومات عن العملة كيف تغير سعرها. يعني هنا كما ترون في هذه السنة ارتفع عن سعر الـ XRP حوالي 30%، وفي آخر 180 يوما يعني في آخر على ما أظن 6 شهور هو ارتفعت ب 30%. ونرى هنا أن في آخر 7 أيام، يعني من هنا نرى أننا في ترند صاعد. يعني الـ XRP يمكننا أن نرى من هذه المعلومات هنا أننا في ترند صاعد أصدقاء. كما ترون هناك في آخر 30 يوم ارتفعت ب 18%. يجب علينا ملاحظة يجب علينا ملاحظة الفوليوم، يجب أن يكون الفوليوم الخاص بالعملة مرتفع، ويجب علينا الدخول إلى موقع كوان ماركت كاب. هذا كما ترون، إما الدخول سأضع لكم رابط الموقع في صندوق الوصف. كما ترون هنا يعطينا معلومات على العملة. نرى هنا يعني أكبر سعر الذي وصلت له العملة الذي هو 3.84 دولار، هو الفوليوم اليومي للعملة. يعني نجد يعني الفوليوم، نجد الماركت كاب الخاص بالعملة. يعني نقوم بالبحث في هذا الموقع للعملة. هنا نرى الأخبار، نرى ما هي يعني يجب علينا فتح حساب أصلا في الكوان ماركت كاب، وهو يعني المجهر الخاص بالعملات الرقمية. أصدقاء، سأقوم بالرجوع إلى الباينانس لشرح أمور أخرى. حسنا أصدقاء، لنفترض أنني أريد التداول في الفيوتشر على هذه العملة. حاجة أخرى أصدقاء، يجب عليكم البحث عن يعني هل التداول على الفيوتشر حلال أم حرام. يعني هذا ليس بالاختصاص، ليس اختصاصي، لن أحلل وأحرم شيء. كما قلت أصدقاء، أي عملة تريدون التداول عليها يجب أن تبحثوا عن المشروع الخاص بالعملة. سأقوم بوضع حلقة خاصة بما هي مشاريع العملات، وكيف توضع العملات الرقمية أصلا، وكيف يمكننا البحث عن مشروع العملة والفريق الخاص بها إلى غير ذلك. كما قلنا أصدقاء، إذا كنت أريد التداول على هذه العملة، كما ترون هنا، عندي يعني في 20، يعني أي رأس مال وضعته هنا، مثلا وضعت 100 دولار، سيقوم البروكر بمضاعفتها في 20، وهذه تسمى الرافعة المالية، أو ندخل بالكروس، الرافعة المالية. ماذا تعني الكروس؟ الكروس يعني أن إذا وضعت 100 دولار هنا وقمت بدخول الصفقة مثلا فقط ب 25% من تلك 100 دولار، عندما يعني يعكس السعر، يعني يعكس علي السوق، سأقوم بفقدان 25%، هذا يعني التي هي 25 دولار من 100 دولار. لكن إذا كنت أضع الكروس هنا، سوف يأخذ للسوق من 100 دولار الخاصة بي، لن تغلق الصفقة. يعني أدخل ب25% من 100 دولار، يعني فتحت صفقة ب25 دولار فقط، لكن السوق عكس وخسرت 150، خسرت 25 دولار، لن تغلق الصفقة. سيقوم السوق بالأخذ من 100 دولار هنا. وإذا قمت يعني بعدم وضع ستوب لوز للصفقة، يعني يقدر لا قدر الله تفقد 100 دولار كاملة من المحفظة الخاصة بالفيوتشر. أصدقاء، هنا حيث يعني العديد من الناس يدخلون بدون وضع ستوب لوز للصفقة، ويخسرون الأموال الخاصة بهم على محفظة يعني الفيوتشر. هنا يمكننا وضع بدل الكروس، يمكننا نضع الإيزوليتد، يعني نقوم بالعزل بين الأموال التي توضع في المحفظة الفيوتشر وما بين المقدار الذي ندخل به الصفقات. مثلا كانت هنا 100 دولار ودخلت صفقة ب20 دولار، يعني السوق لن يذهب إلى هذه 100 دولار الخاصة بي. يعني عندما تخسر فقط 20 دولار التي فتحت بها الصفقة. أصدقاء، هذا أهم أمر مهم جدا، دائما قوموا بوضع الإيزوليتد أصدقاء. ثانيا،
ستوب لوز أصدقاء، ضروري من وضع ستوب لوز، نقوم بالدخول هنا ونقوم بالدخول إلى ستوب ليميت، يعني نقوم بوضع ستوب لوز يعني وقف الخسارة، ونقوم بوضع مثلا سأدخل إلى الشارت، مثلا أنا أريد بدخول صفقة بيع هنا، يعني في هذه اللحظة أرى أن السوق ارتفع وقمت بالتحليل الخاص بي وأريد في الدخول في هذه النقطة في صفقة بيع، يعني أقوم بأقول أن السعر سوف يقوم بالنزول، سأضع ضروري أن أضع يعني تيك بروفيت، يعني أريد أن أغلق الصفقة يعني هنا، أقوم بالربح يعني هنا، أخذ الأرباح ديالي في هذه النقطة، لكن يجب علي وضع ستوب لوز بالأعلى، حيث إذا عكس علي السوق أقوم بالخروج من الصفقة بأقل خسائر. الغالبية من الأصدقاء يقومون بفتح صفقة يعني مفتوحة، ثم يقوم السعر يعني السوق بالعكس عليهم السوق، ويدخلون في خسارة كبيرة لا قدر الله، أو الوصول إلى المارجن لاين، يعني يقوموا بفقدان جميع الأموال التي تضع في محفظة الفيوتشر. كما قلنا أصدقاء، هذه تسمى الرافعة المالية، يعني إذا كنت تضع هنا 100 دولار فهي تضاعفها لك في البروكر، يضاعفها مثلا فوق 20. أنا أرى هنا بالنسبة للمبتدئين يجدون في الرافعة المالية فقط فوق 10 أو فوق 20 كحد أقصى، ريثما قمتم بالتداول على الفيوتشر لمدة معينة، ثم يقومون بكل مرة يقومون برفع الرافعة المالية الخاصة بكم على حسب يعني المستوى الخاص بكم في التداول. أنا الآن كما ترون يمكنني مضاعفة رأس المال الخاص بي على الفيوتشر إلى 75 مرة، وهنا على البيتكوين كما ترون أصدقائي، عندما تدخل إلى البيتكوين كما ترون قد تم مضاعفة رأس المال الخاص بي إلى 125 مرة، يعني يمكنني شراء 1 بيتكوين فقط إذا كنت يعني وضعت هنا تقريبا 300 دولار، أو يعني 300 أو 250 دولار، هنا يمكن شراء 1 بيتكوين، لكن نسبة المخاطر عالية جدا أصدقاء في التداول على الفيوتشر. حسنا، سنكتفي بهذا القدر أصدقاء اليوم، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، ووضع أي سؤال لديكم أصدقاء في الكومنت، وعمل إعجاب للفيديو إذا أعجبكم، ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم أصدقاء، اليوم سنتعرف عن ما هو الايردروب، سأشارك معكم ايردروب مشهور هذه الأيام، وهو ايردروب عملة BNB هوب. أولا، ما هو الايردروب؟ أي عملة إلكترونية أصدقاء يقوم بطرحها أولا بالمجان، يعني صاحب العملة يقوم بطرحها بالمجان، مثال عملة البيتكوين في الأول كان الناس يأخذونها بالمجان، وتسمى هذه العملية إسقاط العملة أو الإير دروب، يعني هي عبارة عن حملة ترويجية للعملة، يقومون بسيستم أو بروسيس لكي يقوم الناس بأخذ هذه العملة ومشاركة العملة مع أصدقائهم، يعني السيستم يقوم بوضع يعني روابط إحالة يعني لكي العملة تنتشر بشكل أوسع وكبير. يعني في الأول أي عملة في مرحلة الإنشاء يقومون بوضع ايردروب لكي تنتشر العملة بسرعة. سندخل إلى الباينانس في أول خطوة لكي نستقبل عملة الهوب، يعني ايردروب الهوب يعطينا عملات يمكننا بيعها عندما تنزل العملة في السوق. نذهب إلى الواليت، كما ترون أصدقاء هنا يوجد عندي محفظة الويب 3، غالبا في منصة الباينانس لم تجدوا هذه الخانة هنا، سأريكم كيف تقومون بإنشاء محفظة الويب 3. سنأتي إلى الهوم بيج في الباينانس، نسحب إلى الأسفل، نأتي إلى غوشيرش على، ثم نكتب أصدقاء إكشانج بانكيك سواب، ثم ندخل إلى الخيار الأول بانكيك سواب، ثم نقوم بعمل كونكت الواليت، ثم نعود إلى الباينانس، نأتي إلى الواليت، ثم نجد أن محفظة الدي في أو الويب 3، يعني في التحديث القديم لمنصة الباينانس كان يظهر هنا محفظة الدي في، الآن أصبحت يعني تظهر على شكل ويب 3.
الآن في المرحلة الثانية كيف يمكننا إضافة، سندخل إلى محفظة الويب تري، نرى كما ترون أصدقاء هنا عملة الهوب تظهر في الأسفل. عندما تفتحون يعني محفظة الديفي أو الويب تري لن تجدوا عملة الهوب في الأسفل، يجب علينا إضافتها. لكي نضيف عملة الهوب يجب أن نذهب إلى الأسيت أو الأصول، نقوم بالدخول ثم نأتي إلى مانج توكن هنا بالأسفل، ثم نذهب هنا في الأعلى إلى علامة زائد لكي نضيف عملة، ثم نقوم باختيار هنا Select Network، نختار ال BNB Smart Chain PP20، ثم نقوم بوضع عقد العملة هنا. كما نعلم أصدقاء أن أي عملة لها عقد خاص بها، يجب علينا أن نقوم بوضع العقد الخاص بعملة ال BNB Hub. سأضع لكم عقد العملة على قناة التليجرام وفي صندوق الوصف الفيديو بالأسفل، ثم نقوم بعد وضع سنأتي بعقد العملة. هذا هو عقد العملة أصدقاء، سأقوم بنسخه. ثم أقوم بلصقه هنا. كما ترون أصدقاء قبل كانت هنا تظهر عملة البي ان بي، الآن أصبحت عملة الهوب تظهر هنا، وهنا يظهر رقم 9. نترك الأمور كما هي ثم نقوم ب import، ثم تضاف لنا عملة الهوب على المحفظة. بقيت لنا خطوة واحدة أصدقاء، هي أخذ عنوان محفظة الهوب. نقوم بالرجوع، سوف نقوم بالرجوع إلى محفظة الويب تري، ثم نقوم بالدخول إلى، سنجد هنا في الأسفل عملة الهوب ظهرت بالأسفل، نقوم بالدخول إليها. حسنا أصدقاء، ثم نقوم بالدخول إلى ريسيف. حسنا أصدقاء، قبل هذه المرحلة سيظهر لكم يعني واجهة لكي تدخلوا يعني باسورد مرتين، بعدها تقومون بالرجوع إلى هذه المنطقة، ثم تجدون أن عندما تعملون ريسيف تعمل يعني تجدون هنا عنوان محفظة، تجدون عنوان محفظة الهوب، تقومون بنسخها من هنا، تقومون بنسخها من هنا أصدقاء. ثم عندما ننسخ العملة نذهب إلى المرحلة التالية، نذهب إلى التليجرام. سأضع لكم بوت العملة على التليجرام، سأضع لكم رابط البوت على في قناة التليجرام، وسأضعه أيضا في الوصف الفيديو بالأسفل كما ترون أصدقاء. ثم تقومون بستارت، تجدون ستارت هنا بالأسفل، تجدون ستارت هنا بالأسفل في البداية، تقومون ب يعني الدخول إلى ستارت، يعطيكم هذه المعلومات الخاصة بالعملة. العملة أصدقاء بسيطة جدا، يعني تدخلون إلى البوت، عند الدخول إلى البوت أصدقاء تقومون بالدخول إلى يعني القناة الخاصة بالعملة، تقومون بالدخول إلى هذه القناة. حسنا، العملة ببساطة أصدقاء هي كل نصف ساعة تقومون بالدخول إلى البوت، ثم تقومون بالدخول إلى البوت، ثم تأتون إلى هذه الخانة كلايم، ثم تدخلون كلايم هكذا، سيقوم بإعطائكم كود كاباتشا، تقومون بإدخاله 21 14. حسنا، ثم تأخذون مكافأة 0.69 دولار في كل نصف ساعة أصدقاء. بالنسبة للإحالة، كل إحالة تأخذون عليها 1 دولار، تأخذون على كل إحالة 1 دولار، وتأخذون أيضا نسبة أرباح 20% لكل إحالة. حسنا أصدقاء، ببساطة هذه العملة يتم سحب هذه العملة عندما تصلنا يعني 170 دولار، يعني تصلنا في 3 أيام، وتأخذون يعني الأموال ليست على شكل USDT أو دولار، تأخذون الأموال على شكل عملة البي إن بي هوب، ثم تأتيكم على شكل عملات على المحفظة هنا، المحفظة التي قمنا بإنشائها من قبل ويب 3 ستظهر عندكم. حسنا أصدقاء، ستظهر هنا 170 دولار في كل سهم.
يمكننا استخراجها عندما تضاف العملة للتداول إن شاء الله. هذا العرض يعني صالح إلى يعني الإيردروب الخاص بهذه العملة بقيت فيه فقط 20 يوما، كان فيه شهر، الآن بقي 20 يوما فقط وسينتهي عرض الإيردروب الخاص بهذه العملة. السلام عليكم أصدقاء، في فيديو جديد على قناة ديفلوبر 0101. هذا الفيديو سيكون خاص بإثبات السحب لعملة البي ان بي هوب، الايردروب الخاص بعملة البي ان بي هوب. سندخل إلى الباينانس أصدقاء. بالنسبة لعملة البي ان بي هوب كان فيها الايردروب لمدة شهر، بقي فيه فقط 4 أيام فقط. هذا الفيديو سيكون خاص بإثبات السحب ل$170. سنذهب إلى الواليت، سنذهب بالأعلى هنا أصدقاء، ويب تري، محفظة الويب تري. كما سبق في الفيديو السابق قمنا بشرح كيفية إضافة محفظة الديفي إلى الباينانس أو الويب تري. كما ترون قد قمت بالدخول إلى محفظة الويب تري، وهذه هي عملة الهوب. في الفيديو السابق شرحنا كيف يمكننا إضافة عملة الهوب هنا بواسطة وضع عقد العملة، لأنها لا توجد على محفظة الديفي. كما ترون هنا قد قمت بسحب مرتين، $170 الأولى في $170 الثانية. كما ترون هنا بالأسفل هناك $0 لأن العملة لم تطرح بعد في السوق لنقوم بالتداول فيها، لكن العملة غالبا ستطرح على منصة البانكيك سواب لنحولها من هنا من الويب 3 إلى البانكيك سواب إن شاء الله عندما ينتهي الايردروب. نحن الآن في متابعة هذا الايردروب، سأقوم بالدخول إلى البوت الخاص بالايردروب أصدقاء. كما ترون هذا هو البوت الخاص بالعملة، وهذه هي القناة الخاصة بالعملة حيث نقوم بمتابعة الأخبار، أخبار العملة، وهنا يتم نشر الأخبار الخاصة بها و المنصة التي ستقوم بتنزيل العملة عليها لنتداول عليها. هذا هو البوت الخاص بها. كما ترون الرصيد الخاص بالآن هو $183، يمكنني سحبها في أي وقت شئت. أقوم بالضغط على منيو وأقوم بالويدراول هنا ووضع المحفظة الخاصة بالعملة. سأقوم بالرجوع إلى الباينانس ثم أقوم بالدخول إلى عملة الهوب هنا، ثم أأتي للأسفل أقوم بالضغط على ريسيف، هذا للحصول على محفظة العملة أصدقاء. نقوم بنسخ عنوان المحفظة من هنا ثم نأتي إلى البوت ثم نقوم بويدراول. كما ترون أصدقائي لقد سبق ووضعت عنوان المحفظة الخاص بالعملة في الآلة. الآن قمت بويدراول، سيأخذ الأمر ما بين ساعة حتى ساعتين لكي أستلم العملة الخاصة بي. سأستلم $183 أصدقائي.